دلوقتي كاتب كتاب محمود، واحد صاحبي يعني مسجد الشرطة. هو كاتب كتاب في مسجد الشرطة، وانا مسجد الشرطة ده بالنسبة لي يعني له معزة خاصة في قلبي، يعني عشان كان كاتب كتابي هنا الحمد لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق رسول الله. نسأل الله العلي القدير أن يقيم على الزوجين أحلى أيام زواجهما في ظل هذا الوقت المقدس. نقول جميعا آمين. وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب ولا معصية تقدم الله. انت كداب يا ابني، اوعى اوعى انت بتضحك والله. قوم بابا بياخد قرارات، قولي بس الكلمه دي. خلاص هتتصل بقى، خدي موبايلي معاكي، هتتصل تقولي لم بابا من تحت. ممكن نطلع فين؟ حمزه، شوفوا حمزه، نطلع حمزه بيت نصر. ايه ده الله، فاهم قريب. اوكي، هنا في اكتوبر. ماشي، الواحد عايش راجع من كتب الكتاب، وعايز اتكلم في نقطه تخص كتب الكتاب عموما. انا بشوف دايما، يعني دي وجهة نظر يعني مش اكتر، ان الكتب الكتاب له يعني احساس مختلف حتى عند الناس اللي بتحضره من المعازيم. يعني انا ما بحضر كتب الكتاب بحس ان انا مبسوط، بحس احساس كده بسيط من الفرحة، مش مفتعل او ما فيهوش بهرجة زي ما بيقولوا. ده ممكن يكون مرتبط ببساطة فكرة كتب الكتاب، وان كتب الكتاب فكرته الرئيسية مبنية بس على فكرة ان الزوجين دول اجتمعوا وبقوا حياتهم مع بعض. وبعدين طول كتب الكتاب من اول ما بيبدا لاخره انت في ذكر المأذون مثلا، بيقعد يفكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن اختيار الزوج واختيار الزوجه والدعاء للزوجين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. يعني المود بتاع كتب الكتاب كده، وقاعات كتب الكتاب اللي هي اللي فيها انوار فاتحه كده وظريفه، المود ده مريح جدا نفسيا، يعني انا بحبه جدا. بلس بقى حاجه تانية بالنسبه للمعازيم، مثلا انا لما بروح كاتب كتاب، كاتب كتاب اقصى حاجه بيقعد نص ساعه مثلا او حاجه، وبتبقى حاجه بسيطه، انت اديت الواجب والعريس اتبسط وفرح وروح والموضوع انتهى على كده، انت مش شايل هم الموضوع قوي، وفي نفس الوقت العريس برضو مش عنده الهسل بتاع كل الحاجات اللي بتحصل في الفرح من رقص وبوفيه والكلام ده كله. فهو بسيط، حلاوته في البساطه دي، وبحس ان هو اقرب للدين واقرب للعادات والتقاليد، اللي هو اصلا الناس بتقول ان الفرح عاداتنا وتقاليدنا ان احنا نعمل افراح والكلام ده. لا، كتب كتاب اقرب للعادات والتقاليد، لانه بيحترم كل حاجه من عاداتنا وتقاليدنا وديننا والصح والغلط. فانا بشوف ان كتب كتاب ظريف جدا. والبنات اللي حابه تعمل مثلا الفرح عشان فكره ترمي البوكيه والكلام ده، الحاجات دي كلها بقت متاحه في كتب الكتاب. يعني انت ممكن تقفي على قدام القاعه كده واصحابك يقفوا ورا وترمي الكتاب وتصوروا فيديو خاص، ووثقتوا اللحظه دي وخلاص. يعني مش لازم بقى كل الاحداث الرهيبه اللي بتحصل في الفرح. تاني بقول دي وجهه نظري، يعني مش شرط تكون بالنسبه لكم صح، بس انا بقولها كوجهه نظري. يعني بشوف ان الفرح، يعني الناس بتطلب الفرح مثلا من عريس بيبدا حياته لسه، ولسه بيجهز، عنده التزامات كتير جدا خاصه بالزواج، الشقه والعفش والاجهزه الكهربائيه، والتزامات كتير جدا للعروسه على العريس. فليه انهك قوى العريس مثلا بان يحمله 20,000 جنيه او 15,000 جنيه زياده؟ انت مثلا بتدفع 70 جنيه للفرد في البوفيه عشان ياكل بيهم، وبياكل اكل عاملينه ناس مش محترفين في صناعه الطعام. يعني انا شغاله كده في قاعه الافراح، مهما كان يعني انا اللي انا حضرته، يعني بشوف ان مش كل القاعات اللي حضرت فيها كانوا اكيد شيفات محترفين، الاكل بيبقى اصلا كمان بارد. يعني انا شفت حاجات غريبه في الافراح. طب ليه؟ يعني خلاص ادوا الناس دي فلوس ياكلوا بيها في مطعم. يعني انت بتجيب 500 واحد منهم اللي ما يعرفوش، يعني العريس والعروسه اصلا في ناس ما يعرفوهمش، يعني صاحب مش عارف زميل مين في الشغل وزميل مش عارف مين، وجاي وما يهمهمش امر العريس والعروسه، هو جاي بس عشان ايه؟ يعني يجامل كده مجامله ظريفه وياكل ويمشي. ما فيش اي حاجه تاني بتحصل اكتر من كده. وبيفضل على المعزوم نفسه يفضل 3 ساعات 4 ساعات قاعد، ساعتين رقص، ساعه البوفيه، العريس لما بيجي يخطب بنتك
بيبقى فرحته الحقيقيه بنتك مش فرحته الحقيقيه الفرح. وموضوع ان هي مثلا اول فرحتنا ولازم نعمل فرح يا ابني ومش عارف ايه، يعني اول فرحتك ما هو كاتب الكتاب هتبقى اول فرحتك برضه، هتشوفها بالفستان الابيض وقاعده جنب جوزها ببساطه جدا بكلمتين ظروف كده، موضوع خلاص بيخلص وبتكون بنتك عروسه وانت فرحت والناس حضرت. وفي كاتب الكتاب بتقدر تعزم ناس اكتر لان القاعه كبيره، ولانك مش مطالب انك تاكل كل الناس دي، انت بتدي كل واحد شوكولاتايه وخلاص. فكاتب الكتاب بسطته من هنا كمان، مفيش زي ما بنقول الافتعال. اغلب الناس بتمشي بعد الفرح تقعد تقيم العروسه كانت عامله ازاي والعريس كان عامل ازاي، اصل تخينه اصل رفيعه اصل مش عارف ايه، البوفيه الاكل كان ني، مش عارف ايه كان عامل ازاي، شفت مش عارف مين كان بيرقص ازاي، شفت مش عارف فلان كان بيتنطط ازاي. كاتب الكتاب الناس بتمشي فاكره ضحكه العريس والعروسه والموضوع خلص. احنا بنكبر المواضيع وبندي الفرح اكبر من حجمه طول ما احنا عمالين نقول ده عادات ده تقاليد اول فرحتنا ده مش عارف ايه ده بيعبر عن مش عارف، يعني الحاجات دي كلها بتدي الفرح اكبر من حجمه. والفرح الحقيقي انه يكون جوانا احنا فرح، ان حاجه بتفرحنا احنا. فكتب الكتاب بصراحه يعني حاجه تليق بالدين الاسلامي وتليق بعاداتنا وتقاليدنا. فانا شايف ان كتب الكتاب فكرته ابسط واظرف، المعازيم بتكون مبسوطه، العريس بيكون مبسوط، العروسه بتكون مبسوطه، مريح ماديا للعريس، مش هم كبير عليه قوي ان هو يعمل كتب كتاب. لان حتى مهما يعني كتب الكتاب فيه ميزه كمان عن الفرح، الفرح مستويات مختلفة وكبيرة جدا من اول 5000 لحد 200,000، لكن كتب الكتاب كله شكل واحد. كتب الكتاب من اول اللي ب 2000 جنيه لحد ابو 20,000 جنيه هو نفس الشكل ونفس البساطة ونفس الموضوع. فمهما كانت قدرتك هتقدر تعمل كتب الكتاب بشكل يرضيك تماما. ممكن نبدأ نفكر في الموضوع ده كبديل ونبدأ نشوف، لان يعني في ناس كتير ونماذج كتير جدا ابتدت خلاص تعمل كتب كتاب بس. وفي والفرح عمره ما كان معيار لنجاح الزواج من عدمه، يعني في ناس عملت افراح وزيجتها ما نجحتش، وفي ناس عملت كتب كتاب برضه وزيجتها ما نجحتش. فالموضوع مش هو المعيار انك تعمل ده. فالبساطة اظرف. فلوس الكتب فلوس الفرح مثلا لو فرح بيتكلف 20,000 جنيه، طب ما هم يعني اول فرحتهم بقى فعلا ان هم يفرحوا بالفلوس دي، ان هم يروحوا شهر عسل في مكان حلو، يسافروا بره او يستفيدوا بالفلوس دي في حاجه، يحطوها في البنك مثلا، يعني تبقى فلوس معاهم في ايدهم هم يصرفوا على نفسهم بيها ويستمتعوا هم بيها، احسن ما يجيبوا 500 واحد يصرفوا عليهم الفلوس اللي هي تحويشه العريس وتعب العريس. طب ليه؟ يعني انا شايف ان لازم نبتدي نفكر بره الصندوق ونبتدي نفكر في افكار بتكون بتوفر لنا وبتعمل لنا احساس ظريف وبسيط. يعني في كتب الكتاب هيتجوزوا في الاخر وهيتبسطوا والناس كلها هتتبسط، بس في يعني في نص ساعة، احنا بنتكلم في نص ساعة وقت كل ده بيحصل فيها، ومشاعر بتكون حقيقية في كتب الكتاب وزي ما قلنا بيكون على السنة. والله جامد جدا، داخل قهوة مش داخل الفرح. عمي العزيز شفاء الله وعافاه، امضي يا شوال برنس، والله برنس.